تعالوا نعرض أول سؤال وصلنا السؤال بيقول إيه كنت مسافرا لمدة 30 سنة وبنيت بيت وعملت أو وعلمت أولادي وجوزتهم بعد ما رجعت واستقريت أولادي طردوني من البيت لا حول ولا قوة إلا بالله وطلبوا مني أني أطلق أم أولادي للعلم كلهم بنات متزوجات أم أولادي يبدو إن هم مش عارف بقى يعني وكأنه متجوز تاني يعني أم أولادي دي مش أمهم بقى للعلم كلهم بنات متزوجات وأنا غاضب عليهم وأنا الآن لوحدي ساكن في غرفة هل يجوز لي هل يجوز لهم عمل عمرة وأنا زعلان منهم <applause> سؤال مركب شوية هو خلينا نقول هل يجوز إنهم عملوه معاك ده لا ما يجوز بس هو في الحقيقة أنت علمتهم وساعدتهم وربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب من الساعه اللي هم كانوا فيها ورجعت استقريت مشكله في مساله مساله الرجوع بعد الاستقرار على فكره بعد بعد طول الغربه فيها مشكله انا دلوقتي بتكلم على مساله التحليل قبل ما اتكلم على مساله الحكم الشرعي انت لما بتقعد فتره طويله في الغربه لما بتيجي بتيجي بتحاول تسترد دورك كاب في حياه اولادك للاسف ممكن كتير في اوقات كتيره بيبقى فات الميعاد مش فات الميعاد بمعنى ان انت جاي عايز تكلم اولادك على انك انت اولادك اللي سبتهم من 30 سنه بس هم مش اولادك اللي سبتهم من 30 سنه ده هم دلوقتي مقامهم ان هم يتحولوا الى اصحابك ولذلك سيدنا الامام علي كان بيعلمنا ان احنا نربي اولادنا لغير زماننا فمعنى ذلك ان ايه إن ده وهو ده المعنى اللي حضره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا بعد العاشره خلاص الأولاد بقوا كبار وبعد كده بعد ما يبلغوا خلاص فلذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدم لنا نموذج مهم جدا جدا مع سيدنا أنس بن مالك إيه اللي حاصل؟ بيقول خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا شيء تركته لما تركته يبقى احنا لازم نفهم ان اولادنا لما بيكبروا مش هينفع ان احنا نتعامل معهم زي الاطفال طب انا بقول كده ليه عشان ابرر ليهم ان هم تجاوزوا واخدوا المال وطردوك من البيت لا هذا لا غير جائز بس هو في جزء كده انا مش فاهمه ان هم طلبوا منك ان انت تطلق ام اولادك اكيد مش طلبوا منك ان انت تطلق ام والدتهم ده انت ممكن في جزء في السؤال ده ان هم والدتك أه انت طلقت والدتهم او ان حصل اي اي شيء فحصل كده فهم ايه اللي حاصل؟ وكانهم عندهم خلاف عن نمط حياتك او طريقه حياتك. فهم اعلنوا رفضهم لده. فانت بتقول ان هم طردوني من البيت، من البيت اللي انت عملت ايه؟ اللي سكنت كل واحد فيه في شقه. ونمط حياتك مش متوافق مع نمط حياتهم فقالوا لك احنا مش قادرين، وانت بتقول ان كل واحده فيهم متجوزه. وان انت عملت بنات البيت ديت واديتهم شقه. اديت لكل واحد شقه. لإن مش مش متوقع إن أنت بعد ما تديهم الشقة ده يطردوك، أما وإنهم لو عملوا كده وجحدوا فإن والعياذ بالله ده 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 كبيرة. يعني هم لو لو أساءوا ليك وطردوك بعد جحودًا بعد ما أنت ربنا سبحانه وتعالى جعلك سببًا من أسباب التوسع عليهم فده جحود. وده والعياذ بالله من أشد الأشياء اللي تمحق البركة وهو عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين مش بس حقوق الزوجه مش عقوق الام بس ده حقوق الاب كمان فاللي عملوه معاك ده لو كان ده جحود والعياذ بالله يبقى ده من قبيل عقوق الوالدين ولذلك دوت من الكبائر لكن هي المساله كلها اذا كنت انت زي ما قلت قلت انا في الحاله الاولى يبقى انت محتاج ان انت تراجع نفسك شويه بتقول لي هل يجوز ان هم بقى يعملوا عمره وانا زعلان منهم حسب هم طبعا على كل حال عمرتهم لن تكون باطله لكن انت بتسالني هل ينفع ان الاولاد اللي رايحين يعملوا عمره يعملوا تكون اخلاقهم دي لو هم جاحدين ما ينفعش كده ولذلك انا بقول لهم روحوا اعملوا عمره واطلبوا من الله ان هو يغفر لكم ويغير قلوبكم عشان تحن على ابوكم فانت بتقول لي لو هم عملوا عمره, عمره عمرتهم هتكون صحيحه هتكون صحيحه بس هم يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى ويقبلوا على الله ويطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان هو يشرح صدورهم عشان يكونوا ناس برين بك لكن ما نمنعهمش من عمره ده جايز العمره دي هي اللي تخليهم ترقق قلوبهم عليك